خلنا نتجاوز الأمور هذه كلها. محمد، مزحك ثقيل بوجهة نظر اللي حولك ولا متقبلين مزحك ومقالبك وعفويتك؟ لو مهم متقبل ما مزحت معه، وأي واحد أحبه يكون غالي عندي وأمزح معه وأتقبل المزح اللي يجيني وأمزح معه بالمزح اللي ما تحس إن مزحك غثيث؟ والله إذا الشخص اللي قدامي متقبل، أنا أصلاً إذا جاني هو وقال لي يا أخوي أنت أبو مسفر، ارجع للمود الأول، تجاوز المحور اللي ذكرناه قبل شوي، تجاوزه وخلاص كأنه ما قلنا، مش الموضوع. في حركت واحد في الكواية وهو نايم مرة، صح؟ إيه؟ أنا حركت وجهه بالكواية، كنت صغير. على طاري مزح، عبد العزيز أخوك، ليه هذا مزح؟ كنت صغير، لاعي. ها؟ لاعي؟ والله يا فيصل إنك لخبطتني ودهورتني. وبس رجع المود اللي قبل، الأمور زينة، الأمور حلوة يا حبيبي. ما تعي يعني كنت صغير ما كنت في وعيك يوم حركت؟ إيه. وهو نايم وين حطيت الكواية فيه؟ هنا على وجهه، أساه سالم بس. أبشرك. وش صار بعدها؟ راح المستشفى. بسم الله. باقي أثار شيء ولا سلم؟ لا أبشرك، أنا ما كان المكوى حار. ها؟ مكوى ما كان حار. يعني هذا ما كان مزح، كنت صغير وما كنت واعي. إيه أنا كنت. طيب أبو مسفر، الجوالات كنتوا تأخذونها الفترة اللي راحت، صح؟ إيه. كنتوا تطلعون على ردود فعل الجمهور، على طلبات الجمهور، صح ولا لا؟ صح. فترة الأخيرة وش صار؟ أتوقع وقف الأمر هذا. إيه ألغاها أبو عبد الله. وش أثر عليكم؟ إنه كان في جوالات وبثوث وسنابات عليك أنت بالذات، فجأة توقفت.